بس رانيا مع التلقيح الصناعي اصلا، يعني هي مع الفكره اصلا ولا لا؟ لو ده يستدعي، لو الحاله تستدعي قطع تمام. طيب الحلقات برضو من بدايه الجزء الاول كان طبعا في حاجات مثيره جدا من بدايه اول اسبوع كده، ده كان متوقع على فكره، بس بعد كده لما الناس تفاعلت معانا وحست ان احنا اسره بسيطه وان احنا بنهزر يا جماعه، وده احنا بنقول ماذا لو حدث حاجه زي كده. تمام، كان بدايه بالتلقيح الصناعي. دلوقتي في الجزء الرابع احنا شايفين دي ده مثلا بتقعد تقول الاسماء، بتقعد تقول لها يا فرح عادي اعملي موف اون بقى على طول، ما قلقتيش برضو من الحته دي ابدا؟ لانه على فكره انت لازم لما 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 تناقشي حاجه تناقشيها من كل الجوانب بتاعتها. يعني هتلاقي حد مع، يعني في نفس المشهد اللي انت بتتكلمي فيه، تمام، حد مع وحد ضد. صح. هتلاقي ان الجيل القديم ضد، لانه طول الوقت الجيل الاجيال القديمه او الاكبر مننا بيخافوا من اي حاجه جديده، بيخافوا من القرارات. هتلاقي كل ما الواحد بيكبر كل ما احساسه بالخوف بيزيد، احساسه ان الفلوس اللي جايه بكره مش هتيجي تاني، اللي جت النهارده مش هتيجي بكره، احساسه خوفه على اولاده، خوفه على عمره بيزيد، ما بيبقاش سريع قرار، ما بيبقاش مندفع، وده بحكم الخبرة والسنين والعمر. في حين انه سن زي دي ده بتلاقيها ممكن تبقى مندفع، وايه المشكلة ما تعملي كده وبعد كده نبقى نجيب غيره، يعني فاهم قصدي؟ يعني عندها فكرة اخر. فهتلاقي في نفس المشهد المع والضد، وهي دي الطريقة الجديدة اللي احنا طول الوقت بنتكلم فيها، انه ممكن يبقى في موقف ما انا يبقى لي رأي وانت يبقى لك رأي، صح، وهي يبقى لها رأي، كل واحد فينا يبقى له رأي على حسب ظروفك وعلى حسب حياتك وعلى حسب مستقبلك اللي انت بتفكري فيه وعلى حسب تربيتك وعلى حسب خوفك من اللي فات وخوفك من اللي جاي. فانت ممكن اكون باخد قرار في السن ده دلوقتي ما كنتش اقدر اخده وانا 20 سنة، وممكن العكس. صح. فاحنا لازم نتقبل كل الحاجات، لانه احنا مفيش بصمه ايد زي التانيه ابدا، ربنا خلقنا مختلفين.